هنا ما زالت النتيجة 0-0. كرة بانطلاقة في الطرف الأيسر حاضرة لمصلحة الدحيل، النقلة في وسط الميدان. الجولة الثالثة ممكن، هل نشاهد بطل جديد؟ ممكن. مصلحة الدحيل تصل إلى أدميلسون، أدميلسون داخل المنطقة، تسديد تأتي في اللقطة أمية أخرى للسيلية، تمريرة خاطئة من بلال، تمريرة خاطئة من بلال، تعود سريعة الآن. مهند علي في الطرف الأيسر لمصلحة الدحيل، مهند ينقل كرة حاضرة أمامية لمصلحة الدحيل من الطرف الأيمن. ما زالت الكرة قائمة، مرور بشكل ممتاز، أدميلسون داخل المنطقة، تعاد عرضية للدحيل خطيرة، التصويبة ميمي، الله، جول جول. لا 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 للطرف الأيمن، مرور بشكل أنيق ورائع، أدميلسون مرر إلى مهند الذي سدد، سدد بالدفاع ثم بالقائم ثم حارس المرمى ثم عادت في الخط الأمامي السد والدحيل. الريان والسيلية هي الآن حاضرة لمصلحة الدحيل في مكان قريب، مكان متاح الآن في الركن، منطقة جزاء السيلية، الكرة الملعوبة داخل المنطقة خارج أرضية الميدان، خارج أرضية الميدان، الكرة الأخيرة تتحول إلى ركلة ركنية. شوف يعني الفلطية، كرة بركنية نفذت سريعة، تعود لمصلحة الدحيل داخل المنطقة، تنقل خليفة أبو بكر أقرب، خليفة أبو بكر أقرب الأيسر، خالد وليد، نقلة أمامية من مهند في الطرف الأيمن لمصلحة الدحيل باتجاه أدميل، موسى ينقل كرة أمامية ساقطة في المنطقة، الدحيل من الطرف الأيمن، الكرة ترسل ساقطة خطيرة، خطيرة في المنطقة، الكاميروني مبوجي على الإبعاد في اللقطة الأخيرة من أمام مهند علي، الكرة تتحول إلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة ركنية. شوفون الكرة الساقطة، ممتاز ممتاز مبوجي في التغطية للأمانة، لأن الكرة لو عدت الميدان كان ممكن الاستعانة به دون إعادة محمد مدثر ليلعب في الوسط في مركز غير مركزه. وعموما هناك التفكير في دوري أبطال آسيا اللي سيشارك فيه السيلية، هي بطولات أهم وبطبيعة الحال بالنسبة للسيلية من هذه البطولة. تازة لمصلحة الدحيل هنا داخل المنطقة، محاولة المرور تلعب، مهند علي تقطع من أمامه، مجدي صديق يتعرض للسقوط، حكم اللقاء يشير بالاستمرار، لمسة كرة خطيرة فيها جول جول جول، الله الله يا أدميلسون، تصل الكرة في هذا المكان لا يهدي، أدميلسون الخالي من الرقابة وفي هذه المنطقة نادي السيلية، لا السيلية خارج الملعب إلى ركلة ركنية ثانية، أيضا ركلة ركنية ثانية تأتي لمصلحة تلعب للسيلية في خط 18، جول جول، الله، تقدم للمرة الأولى، مشعل وكلود، مشعل جول جول جول، حتى السيلية نفذها بنجاح مشعل الشمري، آخر 7 دقائق من كرة يتقدم يلعبها أمامية معقولة الآن إلى مهند علي، مهند مرور بنقل بكرة أمامية ملعوبة خطيرة خطيرة، الله، من يحمل الدحيل على عاتقه هجوميا قبل هدفين. 20 دقيقة الأخيرة من هذا اللقاء كان